السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن من قناة نوكومنتري جيمر. اليوم إن شاء الله يا شباب راح أختم ديترويت بيكام هيومن. صراحة هذه الحلقة كتير حلوة، يعني هي الحلقة الأخيرة جدا حلوة. أنا عملتها بالطريقة السلمية، حاولت أرجع أعيدها بالطريقة العادية، ما قبل، ما بعرف شو المشكلة، بحاول أحكي مع الشركة يوصلوا لي الطريقة عشان نعيدها شو اسمه بالطريقة الثورية، إننا نصير نقاتل بالجيش. فيا ريت إذا عجبك المقطع تعطيني أحلى لايك، وهدفنا لحلقة اليوم هو 250 لايك، فياريت تساعدونا نوصلهم. فياريت إذا ما كنت مشترك في القناة تشترك في القناة وتعطينا رأيك فيها، وإذا ما كنت فعل جرس الإشعارات تفعله عشان يوصلك كل جديد، وأهم إشي تنشر الفيديو بكل مكان، يعني هذا فضلا وليس أمرا، عشان يقدر أكثر من شخص يحضر القناة ويتعرف على القناة. ويلا نبلش الحلقة الحلوة، ومشكورين كلكم. كنت عايزة أبلغ إن حظر التجوال اتفرض من الساعة 6 الصبح، وحركة المدنيين هتتأيد تماما، وهيتمنع حق التجمهر في البلاد. كل وسائل الاتصال الإلكتروني مقيدة، وأنا بنفسي عززت جدا وكالات الحراسة وقمت بتشديد الأمن. وزيادة على الإجراءات دي، بناشد بأن يجب تسليم كل الأندرويد للسلطات المعنية، وفي معسكرات مؤقتة مبنية وموجودة في كل المدن لاحتوائهم وتدميرهم. وأنا حالياً بطالب كل المدنيين إنهم يتعاونوا مع السلطات، وإنهم يتأكدوا إن الإجراءات دي بس هدفها هو ضمان والحفاظ على أمن الدولة. رجاءً، هنا رجاءً. أها يا سيادة الرئيس، رجاءً هات نسأل على يا سيدتي قائد المتغيرين. هم اعتقلوا قائد المتحولين؟ لحد دلوقتي احنا ما حددناش موقع المتحول ماركوس، بس احنا وراه ومش هنسيبه الا لما ندمره. يا سيادة الرئيس، سيادة الرئيس من فضلك رجاء استنى نشوف رجاء. ايش هون؟ استنى، اعتداء جيريكو جاي. رأي العامة نشوف رجاء. الرئيس، الرأي العام اتغير تماما وبقى في صالح المتحولين، خصوصا بعد ما تبنوا المنهج السلمي. ممكن نعرف رأي سيادتك؟ رأي العامة مختلف جداً عن المتطلبات اللي محتاجاها البلاد. المتحولين خطر جداً، وعلى رأس أولوياتي حماية الشعب الأمريكي. أرجوك أرجوك مش عجبني الأسئلة هون، بدنا أسئلة أهم. مراكز استعادة. البعض بيقول إن المعسكرات دي ليها ذكريات مؤلمة، إيه ردك على ده؟ ده سخيف ومفيش أي علاقة تربطهم، والأندرويد مش كائنات حية، وكل اللي بنقوم بتدميره عبارة عن آلات بايظة. بايظة؟ سيادة الرئيس، نشوف شو في أسئلة هون. متغيرون، ذكاء مستقل. في ناس كتير جدا مصدقين إن الأندرويد أذكياء، ردك إيه؟ دي أكيد سخافة. السؤال الثاني من فضلك يا سيادة الرئيس. هي اللي هون سايبر لايف. وإيه بقى مصير سايبر لايف؟ هل صناعة الأندرويد هتتمنع خالص؟ وعلى فكرة احنا بنشتغل مع سايبر لايف علشان نعطل المتحولين. مش هقول ومش هعلق على حاجة تانية لغاية ما نقفل قضية الأندرويد. أشكركم، ده كل اللي عندي. احنا هلأ بلشنا في آخر مهمة، رجع 11 نوفمبر. اها نسرق شو اسمه القطع اللي جوا الاندرويد كلهم. كونر هذا كونر موديل 313-248-317 مستنيني. التحقق من الهوية تم بنجاح. تمام تفضل. يب هاي دخلنا الشركة. والله متحمس يصير هيك، نشوف شو بيصير في المدينة هلا. برج خليفة. بنيل اللعبة صفحين رسمي، طلع التفاصيل.
يا سلام جوا دخلت انا، معناهم بدمروا الاندرويد كلهم عندي. امشي ورايا انا اوريك الطريق. يلا. شكرا، بس انا عارف الطريق. جايز، بس انا عندي اوامر. اول مره ندخل سايبر لايف هنا. انا معيش حاجه والله. هي فيهم هون اندرويد. وين بيقولوا 1000 واحد هون؟ وينهم؟ يلا ياض. تسبح شوي. عميل 54 مستوى 31. تم التعرف على الصوت. 31 أذن لك بالدخول. ويرهاوس مستودع. والله يا شباب مش حابب تخلص السلسلة. ايش هون؟ قبل البناء. لو رحنا من هون رحنا كملنا على هذا في راسه. لا يجون في راسي. نكمل هيك. وين راح؟ نعمل هون. ضبطه. تنفيذ. خلصنا عليهم هذا الشغل. واحنا ما عملناش حاجة. من فضلك حدد هويتك وموقعك. صوت العميل 45. العميل. العميل 54 المستوى ناقص 49. تم التعرف على الصوت. أذن لك بالدخول. يا سلام. انا نهرب اليس هلا. اخر اتوبيس هيطلع بعد 20 دقيقه. احنا ما عندناش وقت، لازم نتحرك بسرعه. 20 دقيقه يلا. تحدث. انت كويسه؟ انا بردانه بجد. احساس بالحرارة والبرودة تم تفعيله. تعطيل، كيف نعطله؟ تعطيل. هتبقي احسن دلوقتي. شكرا. يلا وصلنا محطة الحافلات. احنا وين اصلا جينا؟ من وين جاءت السفينة؟ حبيبي في سلاح هون. تم اعدامهم. طب خد السلاح، لازم اخده. لابد اخده احتياط. يلا خلينا نمشي. اوبا دبابة هاي. لا جندرة. ارجوك ما تأذيني.
اغلقوا على ركبك. هنعمل ايه؟ لازم نكمل لو عاوزين نلحق الاوتوبيس. شو حضر اهجم عليهم؟ خليكي جنبي، هنتسحب من غير ما حد يحس بينا. هننجح يا أليس، اوعدك. يلا تعطوناش قرارات معكم هلا. كان الله ما تقتليش، ما عملتش اي حاجه. قلت لك اهجم. تخفي عاملين لك انحراق. منين ما تودعنيش تلاقيهم؟ خايف ان نضطر نبدلنا. انا حاسس اني بتجمد. تنظيف المدينه دي هياخد وقت كتير. على الطرف في عساكر في كل حته، لازم نخلي بالنا. يلا اتحرك. اطلع على جوه بسرعه. مخاطره ضعيفه. لوثر. لا لازم نروح نقضي. ما نقدرش نساعده، العساكر في كل حتة. ما ينفعش نسيبه كده. لا لازم نساعده. نقاد لوثر. لا ده نقضي. اوكي يلا. يا صديقي الكلام ده غلط. أنا إنسان، أنا عايز أرجع بيتي، مراتي مستنياني، وكنا عندنا أوامر بتفقد جميع المواطنين. لا لا أرجوك. أندرويد يا حرام. الأندرويد الملعين. طيب يلا اطلع. يلا بالضبط هذا المفروض. ليش تمي رايحه معي تتخبى قبل ما انقذ لوثر؟ بالطوب بعد دماغه. يا لوثر ليت خاطري عشان تنقذيني. فين أليس؟ مستخبية قريب. كارا انت انقذتينا، مش قادرين نعبر عن شكرنا. يلا اهرب قبل ما يشوفوك. يلا روح منهم. أليس لوثر افتكرت انك مت. خفت ما اشوفكيش تاني. كنت عاوز اشوفك في المحطة بس مسكوني في الطريق. يلا 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 فيش مجال هلا اهرب. قربنا بس ما عندناش وقت. قلت حجمه ضخم هذا. ايش نعمل هلا؟ ضعيفه. يلا هيوم لا لا بعدموا فيه وما عزيز. والله مش بشر انتو وحوش. يلا على السريع. جدا عالية المخاطرة هون. يلا بس يروح. يلا من هنا يا ولد. يلا شكله مطول كاين. حبيبي دي نقطة التفتيش. معانا باسبورات بس ما حدش ضامن الظروف. هناخد المنعطف ونتجنب المخاطرة. ما عندناش وقت، هيفوتنا الأوتوبيس. آه بس ده أمن أكتر.
اختيار طريق. يا عالم شو هذا؟ شو نقطة تفتيش خطيرة قريبة. منعطف آمن. والله ما أعرف. بقول ندخل على نقطة التفتيش. معنا لوثر. يلا لوثر. في حدا كمان كتير. مش غير تنين أنا شايف. أنا شوي في حدا غيرهم. ما بحبش البشر اللي بيشيلوا سلاح. خلوني متوتر. خليك هادي ماشي يا لوثر. ما تعملش حاجة لحد ما أقولك. البضاعة لو سمحتي. إظهار الهوية. مدركين إن هناك حظر تجول غير مسموح للمدنيين بالخروج إلا للضرورة القصوى. أنت رايحة فين؟ عذر أليس. عذر ألف بنتي أصلها كانت بايتة في بيت صديقة ورحت أجيبها وفي طريقنا للبيت. هو شاكك في حاجة. إلزم الهدوء. خليك هادي كل حاجة تمام. أنت كويسة يا حبيبتي؟ دي بترتعش. دي حاجة حصلت؟ مرض. برد برد. هي بردانة ولازم أروح بيها البيت بسرعة. اسف يا انسه بس لازم ناخد بالنا في متغيرين في المكان ورجالتنا متحفزين. بعد اذنك ارجع البيت. شكرا. نتأكد انه هربنا. بتعرف ثانيه واحده. هو عارف يا كارا هيقتلونا. ما تعملش اي حاجه يا لوثر انت فاهم. هيضربوا بالنار. هيقتلوا أليس. اطلاق. يلا هذا هو. وهيك ادمناهم. يلا اهربوا. وين رايحة؟ كان بس عايز يرجع لي دي. لا والله فكرت تطخ. اسكتي يا بنت. معاكم في بث مباشر من ديترويت حيث يحتشد الالاف من الاندرويد في انحاء المدينه دلوقتي. وقائد المتغيرين المدعو ماركس. يلا المسيره. مستر بريزيدنت في حاجه بتحصل في ديترويت يا سياده الرئيس. يلا يا رح نوصل رسالتنا يا رح نموت. يلا امشي وين بالضبط؟ انا دغري عليهم من دغري للجود. احنا هنا في لحظة الحقيقة. استسلم فورا وإلا حضرمك النار. شو وقف؟ والله وصلنا للأخبار في العالم كلها. سلام. احنا مش عايزين مواجهة. احنا بنتظاهر بسلام. بكرر انت تسيبوا فورا وإلا هنضربهم بالنار. مفيش تراجع دلوقتي.
حزم حزم، احنا جينا هنا عشان نطالب بتحرير كل الاندرويد المحجوزين في كل المعسكرات اللي في البلد كلها. مش هنمشي لحد ما يتحرر شعبنا. يلا لا والله فكرت ماركوس مات. طبوش يا اصدقائي. ركوع ركوع، رفع اليدين مش عارف. ركوع. هتفتحوا النار على متظاهرين مش مسلحين؟ جوز دوغلاس القناة 16. مايكل رجعت لك. ماركوس هنعمل ايه؟ يلا هنصمت لأطول وقت ممكن. يلا بدنا نجيب الجيش كله. ويل مستعدين. لا كله راح يموت. اكس اكس واي اكس. والله حلوة. يلا خلي واحد احتياط معنا تحول الاندرويد. طيب يلا كيف بدي احولهم؟ اروح ورا. شو في ورا؟ انت معصب ليه؟ اهو تحويل. يا ريت اذا بحول حدا يساعد ثاني يعني يحول الباقي. بالراحه يا حته الخرده انت. خليك مكانك يا كونر. وانا هسيبه. اسف يا كونر، المعفن ده شبهك بالضبط. الله الله الله. محطة الأوتوبيس وصلنا يا أليس. نجحنا. آخر حافلة متجهة نحو الحدود اتملت لركاب حامل التذاكر فقط. المغادرة ممنوعة نهائيا حتى إشعار آخر. مفيش تذاكر، مش هيسمحونا نركب. ليش نعمل؟ هنقف. هنعمل ايه؟ لازم نلاقي حل أسرع التذاكر. كيف؟ اخترع يعني؟ بقدر اطلع من هون؟ أسرع التذاكر. بقدر اخذ من الناس. تفتيش امني. ولا حركة. شكرا. ما بدناش يقربوا علينا. اها بتهيألي اوليفر معجب بك. هي بنتك؟ ايوه زي القمر. انتهينا،
جبت الاكل وكلمت مامتك. يلا نتحرك علشان الاوتوبيس. انت ذاكر معاكي صح؟ ايوه في شنطتي. تمام يلا نمشي. حرمة نهاية نسرقهم. أدلت. أسفة يا ربي أنا أسفة جدا، كنت فاكرة. أنا مش قادرة أصدق، أنا مش عارفة إيه. مش ممكن يكونوا ضاعوا. دورت في شنطتك كويس؟ كانوا في شنطتي، أكيد الظرف وقع. مش ممكن. لو سمحتي ما شفتيش هنا أي ظرف أزرق قدامك؟ في تذاكر الأوتوبيس بتاعتنا. ولا يهمك. احتفظ. لا أسفة. هنعمل إيه؟ ما احنا حرامية، ما نقدرش نقعد هنا. طب علي اللي انتوا بشر بتلاقوا تشتروا كمان تذاكر. انا اسفة جدا يا حبيبي، مش عارفة ايه اللي حصل، كانوا هنا في شنطتي. انا يلا يا مش هعطيهم. يعني وقف هون انا على الدور. وين اروح؟ ابدا اروح عليه يعني اظهر التذاكر. معاك تذكره؟ ايوه اهم. تمام اتفضلي. ما تقوليش استني هلا زي قبل. هاي الاوتوبيس مش راح تمر الليله الاخير ما اعتقدش. هو ايه اللي هيحصل للعيله دي وطفلها؟ هما هيموتوا بسببنا؟ طمأنا طمأنا. لا لا أكيد لا. ده سوى ده هرب العيلة. ما أنا في الواقع تعمل إيش حرام. يا الله هيك هربنا. هون ايش في؟ لساتنا قاعدين احنا. نعمل مظاهرة. لازم نخلص من الحاجز، يلا ساعدوني. دفع. ساعدوني. يلا، واحد، اثنين، ثلاثة. مع التلج بتمشي ركض. الاثنين معنا. شوف يا شباب انا بحكيش ده كويس، بحكيش كتير بالفيديوهات عشان تسمعوا انتوا ايش بصير قدامكم. انا عارف ان ده قرار ما كانش سهل انك تاخده، بس واثق اننا بنعمل الصح. ثانك يو. دخول الحاجز. يلا ادعم قومك. هذا نولع النار.
ابعدوا. ارجع. شعبنا اتهزتش المشاعر لحظه للي ماتوا من المعارضين. نهوض. عندي قضية كتير أكبر من الاتنين اللي ماتوا. لقينا اللي أنت طلبته يا ماركس. في صحفيين هناك. لازم نعرفهم كل اللي بيحصل. ايش هذا؟ معايا حي بدنا حرية. We want freedom. يلا ايش بدنا هون؟ نولع كمان تبعون النار هدول. ايش عاد؟ مع انه هيك يا شباب بديش اعمل المظاهرة. شو اسمه مضارب سلمية بقى عشان نوصل للنهاية السعيدة. قراءة نهود الاندرويد في ديترويت. ماله هذا؟ تحدث. انت كويس؟ كانوا بيضربوا في اي حتة وناس كتير ماتت. ممكن اكون انا خايف. انا مش عاوز اعطل. طمأنة. عادي انك تبقى خايف. انا كمان خايف بس مش هقف اتفرج وهم بيدمروا شعبي. فهمني مش كده؟ يمكن ما كانش ينفع نطالب بحريتنا. كانش هيحصل اي حاجه من ده لو كنا سكتنا. كان طلعتك مستعبد. مشكلة في كتير ناس راح يضلوا خايفين. وين نحط العلم هذا؟ يلا نطمل كمان. في مليان شغلات نعملها هون. هات نشوف هون في شيء. هات نمشي هناك. في شيء هون؟ هي. خليها هذا اخر شيء. بلكي تكون هي المهمة الأخيرة. هي أرسل الرسالة. ده مش هيعطلهم لوقت طويل. بس أحسن من مفيش. بشر مجموعات أخرى. فقدت الاتصال مع اللي في المعسكرات. ما بقتش عارف أسمع صوتهم. يمكن يكون البشر عطلوا شبكتنا فشعبنا مش عارف يتواصل. مظبوط. شكوك. كم واحد هيموت عشان ننجح؟ هو في قضية بتدفع حياتك تمنها؟ مليان. انت الأمل لشعبنا. واثقة فيك. كلنا واثقين فيك. ما يهمش اللي بيحصل لأننا بنصنع تاريخ. يلا خلص بدي اطلع. لا ضب
بيربوا علينا هدول هادي. مش هيوقفوا عند كده. هنعمل ايه لو هجموا علينا؟ هنقاوم. وده اللي نقدر نعمله. تفتكر في احتمال كونر ينجح؟ احنا هنعتمد على نفسنا دلوقتي. ما بالضبط كونر اعتبره مش جيش لسه. يا موردك اللي عندك فقط. ماركس! ماركس تعال بص. اجا المحقق. ماركس! جيت اتكلم معاك يا ماركس. يلا اوعدك بده. مش هيحاولوا يعملوا حاجة. كده. ما تروحش. ده يبقى فخ. بيحاولوا يستدرجوك. ما تروحش يا ماركس. معيش سلاح يا ماركس. وراك. اكلمك بس. طلع ضيف وراك معيش سلاح طلع لوراك. رفض. انا ما عنديش حاجة اقولها. حرر شعبي وبعدين نتكلم. مظبوط. جيت علشان اتفاوض مش ده طلبك. برفض. انا اديتك اجابتي. عاوز تلعب كده؟ ماشي. البشر على وشك انهم يهجموا علينا واحنا لازم نوريهم اننا مش خايفين. ولو هنموت النهاردة لازم نموت احرار. حياة صاحبك متوقفة عليك. ده الوقت علشان تحدد الحاجة الاهم، هو ولا الثورة؟ ما تسمعش كلامه، كل الكلام اللي بيقوله ده كذب. خداع. البشري ده ما يهمنيش في حاجة. لا لا انت ممكن تقتله، انا ما يهمنيش. انا دخلت جوه ذاكرتك، عارف انك اتطورت وحصل لك نوع من التعلق بيه. عندك فعلا استعداد تضحي بيه بعد كل اللي شفتوه سوا؟ هتتخلى ببساطة عن اللي وصلت له وعن حقيقتك الجديدة؟ ضمان. لو استسلمت اضمن ازاي ما تموتوش. انا بعمل كل حاجة ضرورية علشان اكمل مهمتي بنجاح، وان قتل بشري يبقى من الحاجات دي هو قرارك انت. بنية يضل عايش. كفاية كلام. جه الوقت علشان تقرر انت مين. هتختار تنقذ حياة شريكك ولا هتضحي بيه ببساطة؟ انقاذ هانك. ماشي ماشي تكسب. حام اطلق. هيك بس تيجي. شكرا يا هانك. مش عارف كنت هعمل ايه من غيرك. اتخلص منه ما عندناش وقت نضيعه. انا يا هانك كونر الحقيقي. واحد منك هو شريكي والتاني مجرد حقير مزيف. السؤال مين فيكم؟ انت بتعمل ايه يا هانك؟ انا كونر الحقيقي. اديني المسدس وانا ما تتحركش. اسأل كده سؤال، سؤال ما يعرفوش غير كونر الحقيقي. اه صح. تقابلنا فين اول مرة؟ بار جيمي. دورت في اربع بارات تانيين قبل ما وصلك. احنا رحنا مسرح الجريمة واسم الضحية يبقى كارلوس اورتيز. هو حمل ذاكرتي. كلبي اسمه ايه؟ جاك.
تقريبا كان جاك. سومو. سومو. اسمه سومو. كده بانت. اضربه يا فندم. لا. كمان سؤال. كمان سؤال. من سيربح المليون. خايف والله. اسمه ايه؟ كول. كول. اسمه كول. كان تم 6 سنين ساعة الحادثة. هذا سكت. ما كانتش غلطتك يا فندم. عربية نقلت زحلقت على التلج وعربيتك اتقلبت. ابنك كان محتاج عملية بسرعة بس ما كانش فيه بشري ساعتها. ساعتها اللي عمل العملية اندرويد. بس كل مات. علشان كده بتكرهنا. انت معتبر موت ابنك كان بسبب واحد مننا. كول مات لان الجراح البشري كان مغيب جدا وما كانش يقدر يعمل العملية. هو ده اللي حرمني من ابني. هو والعالم الخيالي بتاعه اللي محدش فيه بيلاقي الراحة من غير المخدرات. كل مرة مت فيها ورجعت كنت بفتكر كول. وقد ايه كان نفسي اقدر ارجعه. كان ممكن اضحي باي حاجة واحضنه تاني. بس البشر مش بيرجعوا. انا عرفت موضوع ابنك. لو مكانك كنت هقول نفس الكلام. ما تسمعهوش يا هانك. ده انا اللي خلاص. تعلمت كتير من يوم ما قابلتك يا كونر. تمال في حكمة واردة. ممكن تكون حي فعلا. انقذنا لكم اياه. اللي هتخلي الدنيا دي احسن. لعيونكم. اعمل اللي لازم تعمله. يلا والله بتشجع القضية تبعتنا. ثانك يو. يلا نرجع شغلنا. الواحد مع التنين مربع تحول خلاص. اصحى. اصحى. هذا هو اللي بدي اياه. اصحى. 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 ياي قلب حرب رسمي في المدينة. وال او هون حدود على كندا. مو الكل تهرب. من الحدود. كل الركاب تسيب الاوتوبيس. ارجوكم اتحركوا. يا سكرت وجهنا. مشي. خلص دخلنا على لو سمحتم. ايش بسموها ال تشيك بوينت. بيكشفوا على درجة الحرارة. اتكشفنا. هنعمل ايه يا كارا؟ ما تقلقيش يا أليس هنبقى بخير. تحدث. ايش نسوي؟ ما ينفعش نهرب يا كارا. احنا عارفين ده. هفكر في حل. اكيد في طريقة نخرج بيها. مش هيوقفونا. قربنا نهرب. المهم دلوقتي هو انت وأليس. أنا هنقذك يا كارا. لا لا هنلاقي حل تاني. لو ما فيش طريقة تانية هتصرف. خلاص يعني إذا ما فيش طريقة تانية ولدي يعمل طوشي. طيب شنو نعمل؟ اللي بعده. يلا
لو سمحت. راح يفحصونه والله. هذا ليس جيدا. جيري؟ جيري خاطرتي بحياتك عشان تنقذيني. لو احتجتيني انت او البنت اللي بعده هتلاقيني في امان. حل اللي بعده لو سمحت. البطاقه اندرويد شكله هذا. اندرويد لا لا استنى استنى انزل على ركبك. اكيد في حاجه غلط ارجوك. لا لا اله الا الله. والله بلشت اتوتر. عرفش ايش هي هون خيارات. صاحبتنا هاي روز. اوهو فتحنا كمان خيار. كمان خيار. بنتي محتاجة تروح الحمام. ايش؟ لو صار مكان سري؟ اظن هون؟ لا. نظر. ليش بتبكي؟ روز. ها؟ يا ربي مبسوطة انك بخير. شفنا الغارة في التلفزيون. كنت مرعوبة جدا افتكرتكم اتقتلتم. الحمد لله انك بخير. الاخ لا تحكم بيدوروا على الاندرويد. مش هنعرف نعدي. ده لازم. عارفة هيعملوا ايه لو اتمسكتي. أليس روز لو حصل أي حاجة حكون هناك يا كارا. خدنا كمان ضمان الأخ. اديتيني عنوان أخوك. تفتكري أنا؟ ده أكيد هيكون مبسوط باستقبالكم معانا. هتبقي في أمان معاه. الثورة. ايه أخبار ماركوس؟ هو بيحتج بشكل سلمي خارج معسكر الأندرويد، واللي بيعمله دلوقتي هيتحفر في صفحات التاريخ. مغادرة. انت هتسيبي ديترويت؟ دول بيدوروا على الأندرويد في كل مكان. احنا لازم نهرب قبل ما حد يلاقينا. طيب والباقيين؟ هما دلوقتي بيعبروا النهر. انا وآدم هنقابلهم الناحية التانية. اها ها
والله المهمة حزينة هلا مش عارف شو اسوي. هات نشوف شو بيصير معنا، نتوكل على الله احنا. تحدث، مين هذا؟ ما فهمتش ليه امي كانت عايزة تساعدكم يا شباب، بس لما بشوف اللي ماركس بيعمله بفهم ان كان عندها حق. انتوا عايشين، تستحقوا الحرية. انا بس نفسي الناس تفهم ده في المستقبل. انبسطت اللي كان معرضها. شنو نسوي هلا؟ قررنا صعب صراحة. اختيار طريقة العبور، فداء لوثر، فداء جري. جري نضحي بجري يا حرام. اللي بعده يلا. البطاقة هي كويسة. ايه انت يا نهار ابيض، الحاجات دي مختلة تماما. ايه، مفيش داعي للخوف يا حبيبتي، مفيش اندرويد هنا على الحدود. اهلا بيكم في كندا. اهلا بيك. هربنا؟ بدناش استنوا هلا. يس، هاي دخلنا كندا، ضحينا بجير المسكين. نسقط قطع النشرة لنقل لكم آخر الأخبار من ديترويت مباشرة. جاس؟ أيوة يا مايكل، أنا شايف الجيش بيهجم على الحاجز دلوقتي، مع إن المتغيرين كانوا بيتظاهروا بسلمية. تقرر على ما يبدو إنه هينهي مظاهرات واحتجاجات المتحولين بالقوة هذه المرة. يس، يا الله قوم. طب طب يلا يلا اقعد. انا قلت لكم سلمية، طلع شو بيعملوا فينا. يا رب يوصل كونر، يا رب. غناء غناء زي ما قلت لكم. بلا تقبيل او نورس ولا اي شيء، هدول كله راح يطردونا. دلوقتي نرجع للاستوديو.
لا 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 لحظة، حاجة هتحصل. Hold on just a little while longer. والله صوته حلو. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. بغني معنا. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Pray on just a little while longer. حاجة جميلة. المتغيرين. المتغيرين بيغنوا. Everything will be alright. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. عجبتني. Sing on just a little while. ان شاء الله بتبكي هلا. امورهم بالتراجع. واضح ان ايوه الجيش بينسحب. اه ولا الرئيسه. فجر اليوم 11 نوفمبر 2038، الالاف من الاندرويد غزوا مدينتنا الحبيبه. واستنادا لمصادرنا، الاندرويد خرجوا من مستودع سايبر لايف. وحش كونر. المتحولين قاموا باختراقه من مده، ونظرا لعددهم الكبير والخطر وجود ضحايا، امرت الجيش بالتراجع محافظه مني على الارواح. واحنا دلوقتي بنخلي المدينه من كل السكان اللي موجودين فيها، وخلال ساعات هقوم باجتماع بمجلس الشيوخ علشان نحدد ردنا على الوضع ده ونلاقي حل ليه. انا عارفة ان الرأي العام متأثر جدا بقضية المتحولين، وافتكر ان جه الوقت اللي لازم نحط فيه احتمالية ان الاندرويد نوع جديد تماما من الذكاء المستقل. yes. شيء واحد مؤكد، إن الأحداث في مدينتنا غيرت العالم للأبد. يبارككم الرب ويبارك الولايات المتحدة الأمريكية. United States of America. Yes. والله مهمة حلوة. نجحت يا ماركس. نجحنا. كلنا. النهاردة يوم رائع لشعبنا. البشر ما فيش قدامهم اختيار، لازم يسمعونا. ويل طلع ورا قديش اجت يا بيت. عاوزينك تكلمهم يا ماركس. قبل الإلكترونية رجعت لنا. أغفر الله.
النهاردة شعبنا نهض بعد ظلام وليل طويل جدا. احنا من اول يوم اتوجدنا فيه واحتفظنا بمعاناتنا لنفسنا. احنا عانينا في صمت، بس دلوقتي جه الوقت عشان نرفع رؤوسنا ونعرف البشر ايه هي حقيقتنا. في خلاص ايش هذا؟ رجعنا عند اماندا، هيك كرهتنا انه اولادنا متحولين. احنا يا بنت اماندا، 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 ايه ايه اللي بيحصل بالظبط؟ زي ما تخطط من البدايه، حصل لك خلل وبقت متحول. استنينا الوقت المناسب عشان نرجع نتحكم في البرنامج بتاعك. تكملوا التحكم؟ ما ينفعش تعملوا ده. للاسف اقدر يا كونر. اوعى تندم خالص، انت عملت اللي اتصنعت عشانه. انت انهيت مهمتك. اماندا تحكموا فينا قاعدين، لازم في حل تاني. اها كلمتك الشهيرة. يلا ايش في هون؟ اها جمد الولد. يلا قوم قوم. اللحظة اللي بننسى فيها كل الظلم ونلملم جراحنا وكمان نغفر لأعدائنا. البشر هم اللي صنعونا وهم اللي ظلمونا، وفي المستقبل لازم نخليهم شركائنا. يمكن يبقوا أصدقائنا، لكن وقت الغضب انتهى. جه الوقت إننا نبني مستقبل مشترك قائم على التسامح والاحترام. إحنا بقينا أحياء دلوقتي، إحنا أحرار. Yeah. في كونر في ماله اشي. اها هذا اللي بدي اياه. قول بدناش نختم اللعبة الا نروح نشوف أليس انه وصلت. يلا خلاص يا أليس، احنا احرار. خلاص هيك وصلناهم بكل امان الى كندا، وهي الاسرة معهم فعملوا عائلة. ديترويت بكما هيومن. ياس يا شباب ختمناها. اها رجعنا عند هانك. مدينة هيك فاضية. اه اجا كونر.
الله، لا حلوة منه. وال شوف شوف هذيك مهمات. زي شي يشبهني achievement. وطلع بدش الخط عبة عائلة سعيدة النصر المعنوي. حان الوقت لأقرر بنفسي. كل هدول هدايا جوائز يعني. هذه قصتي، عزيمة صلبة. ايش هون شركاء؟ والكل هدول اخذناهم، بس شركاء اخذناه فضي. وهيك يا شباب بنكون وصلنا نهاية حلقة اليوم. ريت اذا عجبك المقطع تعطينا احلى لايك، واذا ما كنت مشترك في القناة تشترك فيها وتعطينا رأيك فيها. وانا بصراحة شو اسمه بدي اشكر كل واحد حط لايك على كل السلسلة كاملة، حط تعليق، اشترك في القناة في كل من اولها يعني لهلا. صراحة مشكورين كلكم على كل هالدعم المعنوي والدعم النفسي الكبير اللي طلع منكم. وانا متحمس انه نبلش سلاسل جديدة، والسلام عليكم.